السماء، الأرض وهو الجزء الذي نعيش عليه. السماء وهو الجزء الذي يعلو الأرض والذي يحتوي على عناصر مختلفة نراها يوميا، مثل الشمس. الشمس ونراها في الصباح. الغيوم. الغيوم ونراها في الصباح. الغيوم، كما أنه يمكننا أن نرى الغيوم في المساء. القمر. القمر ونراه في المساء. النجوم. النجوم ونراها في المساء. هيا نتدرب. ما هذا ومتى نراه في السماء؟ القمر ونراه في المساء. ما هذا ومتى نراه في السماء؟ الغيوم ونراها في الصباح. ما هذا ومتى نراه في السماء؟ القمر ونراه في المساء. ما هذا ومتى نراه في السماء؟ الشمس ونراها في الصباح. ما هذا ومتى نراه في السماء؟ الغيوم ونراها في المساء. لطيف.